الخميس اليوم نخصو الحديث على الموضوع ديال السكك الحديدية. كيف ما كيعرفوا المواطنين الساكنين بجامعة حوافات أن السكة الحديدية حتات واحد الخط رابط بين سيدي حية ومشروع بلوقصيري في اتجاه طنجة، وهو خط يعني اللي غادي يساهم في تسهيل التنقل ديال المواطن من جهة ونقل البضائع. وكما كنشاهدوا اليوم انها بدا تنقل السيارات اللي كيتم التصنيع ديالها في المنطقه الصناعيه ديال ولاد بورحمه وكتمشي نحو الدول الخارجيه اوروبا او غير اوروبا، وهذا يعني واحد المعطى ومكسب مهم للمملكه المغربيه في اطار الاستثمارات الكبرى والانفتاح على الاموال الخارجيه. لكن الدراسات ديال التاثيرات ديال هذا المشروع ديال السكه الحديديه على مستوى جماعه حوافات بالضبط كمنطقه كتصيبها الفيضانات لم يتم احترامها من طرف المديريه ديال السكك الحديديه، المكتب الوطني للسكك الحديديه، اذ ان انجاز هذا المشروع من اللي وصل الخط ديال دار القداري نحو بلوقصيري لم يتم اخذ بعين الاعتبار الدراسات الهيدروليكيه يعني اللي انجزتها الوكاله ديال حوسو. هذا سبب واحد الكارثه كبيره في فيضانات ديال 2009 وفي الفيضانات ديال 2010، وهذا المشكل هذا كيف ما غادي تشوفوا معنا يعني خلانا نطرحوا اكثر من مراسله مع عن طريق الاداره مع المؤسسات. ونشكر السيد العامل بن نادر الذي احدث اجتماعا رسميا في الموضوع ووجه تنبيها في هذا الموضوع الى السكك الحديديه. من خلال هذا الحديث هذا كنجد الرساله الى مدير السكك الحديديه مكتب الوطن السكك الحديديه السيد الخليع من اجل النظر في هذا الموضوع هذا ديال السكك الحديديه بجماعه الحوافات، ولا بد من اعاده الخبره واعاده فتح القنوات لتصريف مياه الفيضانات حتى لا نقع في كارثه اخرى كما وقعت في 2010 و2011. والى حديث الخميس المقبل.